بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديق الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وده الموضع اللي جاب الحديث عشانه في المراقبة، اللي هو السؤال الأخير بتاع الإحسان: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اللي هم الأمريكان كاوبويز، هم دول يتطاولون في البنيان. أول ما نشأت ناطحات السحاب نشأت في أمريكا، ثم انتشرت في العالم بعد كده، وهم أصلا إيه؟ كاوبوي، رعاء شاة، مجرمين، قراصنة بحار، واخد بالك؟ مجرمي أوروبا هم اللي أنشأوا أمريكا، واخد بالك إزاي؟ هي دي الحقيقة. مجرمي البرتغال على مجرمي الأسبان على مجرمي الإنجليز على مجرمي الطوائف الشرازم دي كلها، هم اللي أنشأوا أمريكا. وعشان كانوا معظم الأمريكان مولودين في الحانات في الخمور بلا زواج كالبهائم، ما يعرفوش أنسابهم. فهمت إزاي؟ هم دول اللي بيتطاولوا في البنيان. فهمت بقى إزاي؟ ثم انطلق فلبست مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها. ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية. السرية بنتا لسيدها. السرية اللي هي ايه؟ يعني ايه؟ اللي هي يعني ايه؟ يعني تكون ايه؟ عبدة عند ايه؟ أما عند رجل يملكها.
فتحمل منه، تولد بنت، البنت دي تكون حرة وأمها أمة، والحرة سيدة الإيه؟ الأمة، فيبقى ولد السيد. ومش كده وبس، ولو ولدت ذكر وكان اللي سيدها ده كان حاكم من الحكام، يقوم يجي ابنها يبقى هو حاكم. فهمت ازاي؟ سيدها زي كل خلفاء بني العباس وبني أمية، معظمهم أولاد إماء، وكل معظم أولاد عثمان الأتراك، الخلافة العثمانية دي قعدت 600 سنة كلهم أولاد إماء سراري. فهمت بقى ازاي؟ يبقى حصلت العلامة دي، حصلت وتمت وانتهينا. فهمت بقى ازاي؟ كسرت يعني وتمت. وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك، والعالة الفقراء، وقول مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. نقرأ المشترح. باب المراقبة هو أحد مقامي الإحسان، لأن الإحسان قال إيه؟ تعبد الله كأنك تراه، دي المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فراقبه، إن لم تشاهده فراقبه، يبقى عندنا مشاهدة ومراقبة. كويس؟ هو أحد مقامي الإحسان المشار إليه في حديث جبريل الآتي بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وما أحسن ما قيل كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري وجناني. وقال ابن عطاء في الحكم إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة، وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا في الساجدين أي المصلين. وقال الواسطي في أصلاب الأنبياء والمرسلين. وقيل تقلب سرك في القربة، فإن السجود محل القربة والاقتراب. وقيل في الآية إشارة إلى أن من لزم الإقبال عليه بنحو الصلاة سارعت إليه العناية به. ومن أهم أوراد العابد هي الصلاة مش السبح. جهلة الصوفية متصور الأوراد هي السبح، لا، أهم ورد للعابد السالك إلى الله هي الصلاة، يواظب على الفرائض، يواظب على ايه؟ على النوافل وعلى السنن الرواتب، دي هي دي اصلا اوراده، هي دي، والتسبيح داخل فيها، والتكبير داخل فيها، والقران داخل فيها، والصلاه على النبي داخل فيها، والدعاء داخل فيها، كل الادعيه داخله في الصلاه. فهمت بقى ازاي؟ ويقيم الليل على الاقل ركعتين، مش يقعد لي طول النهار مربع وقاعد يعني له سبحه ويسمع الظهر ويقعد يصلي اخر الوقت ولوحده جنب سريره. ولا كان صوفي، صوفي ايه يا صوفي؟ واخد بالك؟ لا صوفي ولا لوفي، واخد بالك ازاي؟ يمكن ننوفي، لكن الله اعلم. لكن ناخد بالنا من الحكايه دي، ان اهم اوراد العبد الى الله هي الصلاه. الرسول يقول اعلت قره عيني في الصلاه، واخد بالك؟ واعظم ما يتقرب العبد الى الله فيه هي الصلاه. فهمت؟ لان الصلاه تشمل كل انواع الذكر، فيها من الحج التوجه للقبله، فيها ايه من الزكاه انك بتتبرع بوقتك اللي ممكن كنت تتاجر وتكسب، انك وقفت كده زي بقى كانك طلعت جزء من مالك، لان وقتك ممكن تحوله المال فانت تفرغت ليها. وفيها كمان من الاسراء والمعراج السجود، اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فالسجود معراج ايه؟ المؤمن. ففيها كل ايه؟ الدرجات كلها، فيها تلاوة القرآن، وفيها ذكر الله على الايه؟ بالحركة والسكون والجلوس والقعود، واخد بالك؟ والركوع والقيام والوقوف، فيها كل انواع العبادات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر ايه؟ فزع الى الصلاة. فهمت؟ فناخد بالنا. فإن السجود محل القرب والاقتراب. وقيل في الآية إشارة إلى أن من لزم الإقبال عليه بنحو الصلاة سارعت إليه العناية به. ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه، والآية محتملة لإفادة هذه الخصية. سيدنا علي زين العابدين سموه زين العابدين ليه؟ كان ورده 1000 سجدة في اليوم،
ألف سجدة. فهمت بقى إزاي؟ يعني كان ألف سجدة يعني ألف ركعة في اليوم. يبقى كانوا سيدنا الجنيد كان يقول لك بين الضحى والظهر أصلي 400 ركعة. بيجيب وقت منين؟ ما نعرف، خرق عادة. ربنا بيبارك لهم يا أخي. لما ربنا بيلاقي العبد مقبل يقوم يديله القوة والمدد ويأخر له الوقت يا أخي، يخلي الساعة عنده بعشر ساعات عندك أنت. يعني اللي تعمله أنت في 10 ساعات هو يعمله في ساعة. زي ما سيدنا عثمان بن عفان كان إيه، مقبل على القرآن ويحب القرآن في الصلاة، يقوم ربنا يمكنه يختم القرآن كامل في ركعة وتر. عدة مرات سيدنا عثمان كان مشهور عنه حكاية إنه يختم القرآن في ركعة وتر من أوله لآخره، واخد بالك، رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن ربنا ربط القرآن باسمه، يقول لك المصحف العثماني ليوم القيامة هيفضل مربوط بسيدنا عثمان. ليه؟ لأن كانت عبادته قرآنية كلها وفي الصلاة. سيدنا عثمان بن عفان كان ورده كده، معظم الصحابة كانت أوردها كده، قرآن في الصلاة، قرآن في الصلاة، قرآن كل على طول كده. فهمت إزاي؟ وأنت تجيب لي سبحة وفخمة ما شاء الله قاعد طول النهار تكتكتك، وبعدين إيه؟ بيصلي الفرائض بالعافية. بالعافية. خلاص، ما أنت كمان هتبقى ولي بالعافية. واخد بالك؟ وقال تعالى: وهو معكم بعلمه أينما كنتم، لا يحجبه مكان ولا يخفى عليه شيء. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كل وجزء. كلمة كل وجزء دي مهمة. ليه؟ لأن بعض الفلاسفة المؤمنين قالوا إيه، إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تنزيها عن الله إنه يشوف الحشرات والحقارات والحاجات دي. لك يعني هيبقى عارف عدد الصراصير اللي في البلاعة؟ ما يصحش، ما يصحش. طب ما أنت عايز يبقى يعني ما يعرفش؟ يعني إحنا ربنا يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. فهمت بقى إزاي؟ دي مذهبنا كده. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى ربنا يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، ردا على مين؟ على بعض طوائف الفلاسفة الذين قالوا أن الله بعظمته لا يعلم إلا العظيم، أما الحقير فلا يعلمه. ده قال يعني بيعظموا ربنا، يقوموا إيه؟ يجعلوا ربنا لا يعلم. شفت الجهلة؟ علشان هو عايز يعرف ربنا بعقله، مش عايز يعرف ربنا بقلبه. اللي عايز يعرف ربنا بقلبه لازم يتبع الوحي. فهمت؟ لعلمه بما يقع في العالم من كل وجزء، وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما، لا في الأرض ولا في السماء يعني. وقيل فيه: لا يخفى عليه شيء، فطالعوا همومكم، يعني مقاصدكم، هي همكم أن تكون خالية عن الأهواء والشبه، وطالعوا أسراركم لا يكون فيها شيء غير الحق والتعلق به، فإنه لا يخفى عليه شيء. وقال جعفر الصادق، يعني أبو ستنا عائشة اللي عندنا هنا في مصر، وقال جعفر رضي الله عنه عليه السلام في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء، لا يطلعن عليك فيرى في قلبك سواه فيمقتك، لا يطلعن عليك فيرى في قلبك سواه فيمقتك. يعني اوعى ربك ينظر في قلبك يجد غيره فيه يقوم ايه؟ يمقتك. اوعى، ما تخليش في قلبك الا ربك. فاهم؟ وقال تعالى: ان ربك لبالمرصاد، يرصد اعمال العباد لا يفوت منها شيء. وقال تعالى: يعلم اي الله خائنة الاعين بمسارقتها النظر الى محرم، وما تخفي الصدور اي القلوب. قيل فيه إشارة إلى التذكير بصغائر الذنوب فكيف بالكبائر، وأنه تعالى يعلم البواطن ومن علم ذلك علم الظواهر بالقياس العادي، يعني من باب أولى. يعني القياس العادي يسموه من باب أولى، إذا كان عارف المخفي يبقى الظاهر من باب أولى. والآيات في الباب كثيرة معلومة، كقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما الأحاديث جمع أحدوثة
بمعنى الحديث، ويجوز أن يكون جمع حديث غير على غير قياس كما تقدم، أي الأحاديث النبوية. فالأول منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، بينما كبين ظرف زمان، عندنا بين دي ظرف ايه؟ زمان، واخد بقى، وأين ظرف مكان، فهمت؟ فيهما معنى المفاجأة ومعنى الشرط، ولذا استدعيا جوابا. وأصلهما بين التي هي ظرف بمعنى وسط، دخلت عليها ما، هي أصلا بين وبعدين بقت ما، حطنا عليها ما، الكافة عن الجر، فكفتها عن جر ما يأتي بعدها ما بيبقاش مضاف إليه. وأشبعت الأخرى فتحة، وأشبعت أخرى فتحة النون فصارت ألفة، بينما أو بينا، ما ممكن تحط إيه بينا، هي أصلا بينا إيه؟ نون مفتوحة، الفتحة شبعناها شوية خلينا ألف، فهمت؟ والعامل فيها هنا معنى المفاجأة في قوله إذ طلع علينا رجل، يسموها إذ الفجائية، إذ الفجائية. والمعنى وقت حضورنا في أشرف مجلس، طبعا أشرف مجلس اللي هو فيه النبي، فجاءنا عند طلوع ذلك الرجل. وقال ابن جني: عامل بين محذوف، وطلع عامل في إذ بناء على عدم إضافتها إليه. وقال الشلوبين: عامل بين محذوف وإذ بدل منه، والجملة في محل جر بإضافة إذ إليها. وقيل إذ مبتدأ خبره ذات يوم، أي طلوع ذلك الرجل وقع بين تلك الأحوال، وذات يوم ظرف، ويجوز أن يكون ذات صلة يعني زيادة، يعني أي نحن عنده يوما، والإتيان بها للتوكيد ورفع توهم أنه تجوز باليوم عن مطلق الزمان. وقوله إذ طلع هو مستعار من طلعت الشمس، لا يذكر إلا فيما له شأن، كما حققه في الكشاف في قوله تعالى: أطلع الغيب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى، بضم التحتية بالبناء المجهول وبفتح النون المتكلم ومعه غير مبني للفاعل، عليه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، معنى التعجب المتضمن لدعوة كونه ملكا، إذ لو كان غريبا لكان عليه أثر السفر وشعثه، ولو كان مدنيا يعني من أهل المدينة لعرفوه. واستدل به على ندب حسن الهيئة، قال بعض المحققين: طلوعه كذلك يقوي معنى قولهم حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، ولذا استحب التزين في الجمعة والعيد، وشديد صفة لرجل، وقال في المضاف إليه أغمت عن ضمير العائد منه إليه، والأصل شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره، فقال لك شديد إيه؟ بياض الثياب، حتى ألف لام الثياب. واختار قوله ولا يعرفه منا أحد على قوله لا نعرفه، لأنه آكد في تنكير، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يتعلق بمحذوف تقدير استأذن وأتى حتى جلس، قال العقولي في شرح المصابيح وفيه نظر، لأن الكلام مستقيم من دون تقدير، هذا تقدير الاستئذان يعني، لأن معنى طلع علينا أتانا، والاستئذان لا حاجة للملك إليه، بل معنى المفاجأة يدل على عدمه، انتهى. وفيه أن الاستئذان للدنو مش الاستئذان للمجيء، ده بيستأذن أنه يدنو منه بس يقرب منه، فهم؟ وقد جاء التصريح به عند النساء من حديث أبي هريرة وأبي ذر، فذكر القصة إلى أن قال: السلام عليكم يا محمد، فرد عليه السلام فقال: أدنو يا محمد، يعني أقترب، قال: ابنه. فما زال يقول أدنو مرارا ويقول ابنه، حتى وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، واستئذانه ليعمي أمره على القوم،
فأسند ركبتيه أي جبريل إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في التقرب الباعث على التنبيه على أنه إنما جاء لأمر كلي. ووضع كفي على فخذيه أي فخذي نفسه كما هو الأدب، وهي جلسة المتعلم بين يدي المعلم. قال العقولي: فلا معنى لقول من قال إن وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شأنه تقريبه يقتضي ذلك. وفي أن ذلك القول جاء التصريح به عندنا، لكن في النسائي قال على فخذي النبي، صرح كده في رواية النسائي. فله وجه وجيه. ومن ثم قال السيد معين الدين الصفوي إنه أقوى دليلا، قال: بل هو الوجه، لأنه حينئذ يكون على نسق قول ركبتيه إلى ركبتيه، لأن اتكاء الركبة والجلوس إليه ليس من شأن الأدب المطلوب من المتعلم. فأشعرت تلك الهيئة بأنها ليست هيئة تلميذ، بل هيئة معلم مهتم بشأن التعليم. ووضع الكف على الفخذين طريق المتعلمين، وبينهما بون. وإن أمكن أن يقال هذا وجه آخر لتعجب الحاضرين كما في السؤال والتصديق. وقال جدي: رجوع الضمير في هذه الرواية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أولى لتتفق مع رواية النساء. وقال: يا محمد، ناداه باسمه مع قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، زيادة في التغريب عند افتتاح الخطاب بالمسألة، على أن الملائكة ليسوا داخلين في مثل ذلك الخطاب. هو زيادة في تعمية حاله يعني عنهم، عايز يبين إيه عشان يفضل باستمرار هم مش عارفين مين ده. فقال له: يا محمد، ناداه بطريقة هم نفسهم طريقة الغريب، لأن تملي الأغراب كان لما تيجي تنادي سيدنا محمد عبده كده. أخبرني عن الإسلام هو والإيمان لاعتبار التلازم بين مفهوميهما شرعا، فلا يعتبر في الخارج إيمان شرعا بلا إسلام ولا عكسه، متحدان ما صدق في الشرع مختلفان مفهوما. يعني احنا عارفين ان ايه الإسلام إذا كمل لابد أن يكون مصاحبه الإيمان، والإيمان إذا كمل لابد أن يصاحبه الإسلام، فهمت ازاي؟ فلابد أن يكون مجتمعان، والإسلام يشمل الظاهر والإيمان يشمل ما وقر في القلب. والإنسان عشان يبقى مقبول وناجي من جميع الجهات لابد أن يكون ظاهره مطابق لباطنه، فهمت؟ فلابد أن يكون فكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، لكن قد يختلفان، ممكن يكون مؤمن في قلبه غير مسلم في الظاهر، يعني غير منقد في الظاهر، زي أبي طالب عم النبي. أبي طالب عم النبي كان مؤمن في الباطن، وعارف بقلبه أن سيدنا محمد ده ابن أخوه، ده رسول الله، وأنه لا يكذب، لكن ما نطقش الشهادتين، فكان مؤمن غير مسلم. وقد يكون الإنسان مسلم غير مؤمن، زي المنافقين كانوا يصلوا خلف النبي والبوم مش مؤمن، فهمت؟ يعني قد يتخلفان، ولكن الأكمل أن يجتمعان، فهمت إزاي؟ فلا يعتبر في الخارج إيمان شرعا بلا إسلام ولا عكسه، متحدان ما صدق في الشرع مختلفا مفهوما، فكل مؤمن شرعا مسلم كذلك، وكل مسلم مؤمن. فما دل عليه حديث جبريل من اختلافهما هو باعتبار المفهوم، إذ مفهوم الإسلام الشرعي الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية، والإيمان في الشرع التصديق بالقواعد الشرعية على أنه قد يتوسع الشرع فيهما فيستعمل كل واحد منهما في مكان الآخر، كإطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة في حديث: الإيمان 77 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله على أحد الوجوه في ذلك. وسيأتي ما فيه في باب الدلالة على كثرة طرق الخير، وإطلاق الإسلام على التصديق القلبي في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال القرطبي: وهذا الإطلاق من باب التجوز والتوسع، وإذا حقق ذلك زاح كثير من الإشكال الناشئ من هذا الاستعمال. يعني إيه؟ إحنا أحيانا يستعمل الإيمان ويقصد به برضه الإسلام، وأحيانا يستعمل الإسلام ويقصد به الإيمان، فهمت إزاي؟ من باب التوسع بقى، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع قلت لك الإسلام
والإيمان. يبقى هنا يبقى في فرق في الفرق في المعنى. الإسلام هو العمل الظاهرة، والإيمان هو العمل الإيه الباطن. لكن لما أقول جاء المسلم، يعني جاء المسلم نؤمن، فهمت ده؟ لما أقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام المطابق لإيه، لما في القلب من إيمان. فأحيانا إيه يأتي إذا افترق يدلان على بعضهم البعض. لو قلنا إسلام وسكتنا يبقى يدل على الإسلام والإيمان، قلنا إيمان وسكتنا يبقى يدل على الإيه، على الإسلام والإيمان. لكن لو جمعناهم جنب بعض يبقى في فرق، فهمت بقى؟ يقول لك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشهد أن لا إله إلا الله، خبر لمبتدأ محذوف، أي الإسلام أن تشهد، حذف لقرينة وجوده في السؤال، والمراد أن يقول ذلك بلسانه المتمكن من النطق، فهو معتبر في الإسلام. فمن صدق بمضمونها ولم يأتي بها مع عدم مانع من النطق فليس بمسلم ولا مؤمن. وحكى المصنف الإجماع عليه في شرح مسلم، ولكن حكى غيره قولا أنه مؤمن عاصي بترك النطق، وإحنا ما القول الثاني ده أحسن. يعني واحد متيقن بقلبه معنى الشهادتين ولكن ما تلفظ بيها، واخد بالك إزاي؟ هل يسمى مسلم عاصي؟ عصى لأنه عدم لم ينطق ونسميه مسلم لأنه في إيمان، ولا ما نسموش مسلم أصلا؟ فهمت؟ بعض العلماء لكن ما نسموش مسلم اصلا، طالما قادر على النطق ولا يوجد مانع ثم لا ينطق، واخد بالك؟ لا عبره بما في وقر في قلبه، فهمت بقى ازاي؟ لكن الراجح من حيث احاديث الشفاعه، هتبص لان ربنا هيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وايه ولا يعلمه احد، يعني لم ينطق، فهيخرجه. كونه لا يخلد في النار ويخرج في الاخر دليل ان هو ايه؟ ان هو إيمان منجي من الخلود، ولكن ليس منجي من الدخول في النار، لكن منجي من الخلود فيها وغير منجي من الدخول فيها. لكن الإسلام إذا صاحبه، يعني الإيمان اللي في القلب صاحبه نطق باللسان مع عمل بالأركان، يبقى منجي من الدخول من النيران أصلا، واخد بالك إزاي؟ لكن لو ما صاحبوش طاعة في الأركان ولا لسان يبقى اسمه ايه؟ مؤمن عاصي، لا يحول بينه وبين دخول النار، لكن في نفس الوقت يحول بينه وبين الخلود فيها، واضح؟ وعشان كده يبقى ابو طالب غير مخلد في النار، لان ابو طالب عم النبي مات مؤمن غير مسلم، مؤمن غير مسلم لانه ما نطقش، ففي الاخر يقول الى انه يخرج ويدخل الجنه في يوم من الايام، فهمت بقى ازاي؟ وان كان عنده مانع ان هو ايه ينطق، المانع حفاظا على ابن اخيه، كان خايف على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انا لما اظهر ان انا مع الكفار ان انا مواليهم في دينهم يقوموا يعملوا لي حساب، يقوم ايه ما يقربوش لابن اخويا، فهو كان هدفه حمايه النبي، عدم النطق المانع فيه هو ايه؟ حمايه النبي. فقال هذا المانع عند الله له عذر فلا يدخله النار، أو إن أدخله يبقى أخف الناس عذابا في النار ثم بعد ذلك يخرجه منها بعد ذلك، كل ده وارد. وعلشان كده احنا مع نجاة أبي طالب، مع نجاة أبي طالب ده مذهبنا كده، خلافا للوهابية. الوهابية عايزين يدخلوا كل الناس النار إلا هم، واخد بالك؟ دي مشكلة كبيرة، عايز يدخل أبو النبي النار وأم النبي في النار وعم النبي في النار ومش عارف مين النار، وده مبتدع وده ضال وده مشرك وده. طب ومين اللي هيدخل الجنة؟ هو الحمد لله بس، هو بس المتكلم، واخد بالك؟ ودي مشكلة، دي مشكلة كبيرة، ضيقوا رحمة الله. وأن محمدا رسول الله. لا نرجع تاني فيها عدة سطور. لكن حكى غيره قولا أنه مؤمن عاصي
بترك النطق بها ولا يعتبر. طب ويشترط يبقى النطق بها بالعربية عشان يبقى ايه ناجي، ولا ينطق بها بأي لغة بس يقول معناها ويبقى عارف مفهومها؟ الراجح ان لا يشترط فيها العربي، واخد بالك ازاي؟ طالما هو عارف مضمونها يقولها بأي لغة، فهمت؟ ولا يعتبر النطق بها بالعربية على الصحيح، مقابل الصحيح ايه؟ يشترط العربي، فهمت بقى ازاي؟ يبقى عندنا في وجه يقول لك يشترط علشان يبقى ناجي ومسلم يقولها كده اشهد باللغة العربية، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونفهمه مع مضمونها في قلبه. وفي المقابل الصحيح قال لك لا، العبرة بالمضمون واللغة بأي لغة يقول وبأي لسان يقول، واحنا مع هذا الرأي مع التصديق القلبي بمضمونها. فقوله تشهد، تشهد أي تقر وتبين، وأن مخففة من الثقيلة تشهد أن لا إله، يعني أن هنا مخففة من الثقيلة لتقدم ما يدل على العلم عليها وبدليل عطفها عليه، في وأن محمد رسول الله، ولا في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا دي بقى الأولانية دي لنا في الجنس نصا، ومحلها مع اسمها رفع الابتداء، واسم الله تعالى خبر لها، لا إله إلا الله هو مضمومة ايه خبر. وبعدهم قال لك الله هنا هو المبتدأ بس مؤخر، واخد بالك ازاي؟ وعن الزمخشري الاسم الكريم مبتدأ والنكرة خبر على القاعدة، ثم قدم الخبر ثم أدخل النفي عليه والإجابة على المبتدأ وركب لا مع الخبر. وقد بسطت الكلام على إعراب هذه الكلمة في باب فضل الذكر من شرح الأذكار وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. قال ابن الصلاح وإنما أضيف إليهما الصلاة ونحوها لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وانقياده، وترك لها يشعر بانحلال قيد انقياده. فالمقصود من ذكر الأركان الخمسة في الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه، فلذلك ذكر هذه الأمور مع الشهادتين. وأما أصل الإسلام فالشهادتان كافيتان فيه، لكن لا إله إلا الله وحدها من غير وأن محمد رسول الله غير كافية للنجاة، بل يخلد في النار. يعني من اعترف أنه لا إله إلا الله ولم يعترف بالنبوات كافر مخلد في النار برضو مع إبليس، واضح؟ لابد يبقى معاه الاعتراف بالنبوات عشان ينجو. وتقيم بالنصب، وتقيم عطف على تشهد خلافا لمن زعم رفعه وما بعده استئنافا، إيمانا لأن الإسلام يكفي في حصول الشهادتان وحدهما. وتقدم أن المذكور في الحديث الإسلام الكامل الصلاة أي تعدل أركانها أو تديم إقامتها. والصلاة لغة الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة غالبة. وأصلها فعل بفتحات ولامها واو، واختار بعض المحققين أنها مأخوذة من الصلاة عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب ويمتد منه عرقان في كل ورك، عرق يقال لهما الصلوان. فإذا ركع المصلي انحنى صلاه، يعني اللي هي ايه كأن عرقين كده في الظهرين على الجانبين العمود الفقري، دول بينحنوا كده مع ايه مع الانحناء، فالانحناء دي اللي علامة الصلاة، بينعني فيها ايه الصلوان، فسميت صلاة نسبة لانحناء ايه الصلوان، فهمت؟ كل دي اصول لغوية بقى، لكن احنا الاصل اللي استعمالها معروف بعد كده. فاذا ركع المصلي انحنى صلاه وتحرك، ومنه سمي ثاني خيل السباق مصليا لانه يأتي من صلوى السابق، وعلم مما مر أنها بمعنى الدعاء حقيقة لغوية مجاز عرفي علاقته تشبيه الداعي في تخشعه ورغبته بالمصلي. وتؤتي الزكاة الواجبة من الأنواع الواجبة،
هي فيها المقررة في كتب الفقه، الواجبة هي فيها المقررة في كتب الفقه، والزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم للمخرج من ذلك، وتصوم من الصوم وهو لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص، رمضان صريح في عدم كراهة ذلك مطلقا وهو الأصح، لأن في بعض العلماء قالوا يكره اسم رمضان بغير اسم شهر، لازم نقول شهر رمضان ما تقولش رمضان كده، لكن الصحيح ان هو ايه لا كراهة بدليل استعماله في الحديث النبوي، ما قالش ايه وتصوم شهر رمضان، قال تصوم رمضان على طول كده. وسمي شهر الصوم بذلك لأنه ترمد الذنوب أي يحرقها كما جاء ذلك في خبر مرفوع. وتحج البيت أي تقصده بنسك حج أو عمرة، إذ الأصح وجوبها على أنه جاء عند ابن حبان زيادة، وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وقال وتفرد بهذه الزيادة سليمان التيمي. والحج لغة القصد، وشرعا قصد الكعبة للنسك، والبيت عالم بالغلبة على الكعبة كالنجم للثريا، إن استطعت إليه سبيلا صح عند الحاكم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فسر السبيل في الآية بالزاد والراحلة، لكن ضعفه آخرون، وسبيلا منصوب على التمييز، وإنما قيد الحج بالاستطاعة، مع أن ما مر مقيد بها أيضا اتباعا للنظم القرآني، فإنه لم يقيد بهذا اللفظ غيره، أو إشارة إلى أن فيه من المشاق ما ليس في غيره. وأيضا فعدم الاستطاعة في الحج يسقط وجوبه من أصله، بخلاف في نحو الصلاة فإنما يسقط وجوب الأداء فقط دون أصل الوجوب. قال جبريل صدقت، قال عمر فعجبنا له، أي منه أو لأجله، يسأله ويصدقه، إذ السؤال يدل على عدم علم السائل والتصديق يدل على علمه، وجملة يسأله في محل الحال تنبيه. الإسلام له في الشرع إطلاقان، يطلق على الأعمال الظاهرة كما في هذا الحديث، وعلى الاستسلام والانقياد اللي هو باطني، ده معنى باطني، والتلازم بينه وبين الإيمان باعتبار ما صدق شرعا، وإنما هو باعتبار المعنى الثاني. وأما باعتبار المعنى الأول اللي هو الأعمال، فالإيمان ينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق والاستسلام الباطني بدون الأعمال المشروعة. يعني أنت ممكن تلاقي واحد مؤمن بقلبه وكل حاجة، ما بيصليش يا أخي، ولكن مؤمن بقلبه، فهمت إزاي؟ بس كسلان، يعني قد إيه يختلفان. أما الإسلام بمعنى الأعمال المشروعة فلا يمكن أن ينفك عنه الإيمان لاشتراطه لصحته، وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة. يعني الأعمال الظاهرة لا تشترط لصحة الإيمان، واخد بالك إزاي؟ ولكن صحة الإيمان يشترط لصحة الأعمال، فلا يقبل صلاة صحيحة وأنية صحيحة إلا من مؤمن، فهمت بقى إزاي؟ ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.